اوكي، لقينا الحته دي حمراء كده يبقى ده غالبا كريبتوكورنس، اصفر نص نص اخضر يبقى مفيش مشكله. الكلام ده حلو قوي في الظروف الطبيعيه وفي الاشخاص الطبيعيين او في بلاد بره. عندنا هنا في مصر اي عيان عنده فيري مايلد سب كلينيكال سكارينج تطلع احمر. لو عيان عنده دراي اي الانتيرو سيرفس يطلع احمر، لو عيان كونتاكت لينس ويلر يطلع احمر حتى لو قال على كونتاكت لينس بقاله اسبوع او اسبوعين. فالقصه دي صحيح فيري سنسيتيف لكن مش سبيسيفيك اتول. لان تقريبا 30% من العيانين بتطلع الانتيرو سيرفس احمر وهم عيانين طبيعيين جدا. مش ممكن كراش بونس تبقى الايزز بتاعها 30% من العيانين. اوكي؟ راح امبروزيو رد عليه، اتفضل. انتيرو بالذات، البوستيرور فيها فارسيس في السكارز والسب كلينيكال سكارز بالذات. لكن الانتيرور دي فارسيس في 30% من الحالات، يعني ده بيضرب لك نص الليست يعني. اوكي؟ راح امبروزيو لحق نفسه. امبروزيو اللي مركز في السيكنس. راح قايل انا مش هعتمد بس على السيكنس ماب العاديه دي، راح مزود حاجه اسمها الامبروزيو ريليشنال سينست اللي قلناها قبل كده، اللي هي السينست بوينت مقسومه على البروجريشن. اوكي؟ شركة اوكيلاس راح مشتريه ده من بيرن ومشتريه ده من امبروزيو وراح حطهم في ماب واحد. وقالت ده حاجه اسمها بيرن امبروزيو انهانسد اكتيزيا ديسبلاي. وراحت ملخصه الكلام ده في خمس ارقام تحت. ارقام ظريفه قوي، ما بقاش بيقول لك رقم يعني ابسولوت كده تحفظه، لا بقى بيقول لك ده قد ايه شيفتد عن الافرج. ده مثلا دي اف 1.3، يعني ايه 1.3؟ يعني ازيد ب 1.3 عن المئة. 1.3 ايه؟ ستاندرد ديفيشن. وقالوا ان اي عيان اكتر من 1.6 ستاندرد ديفيشن عن المين سسبيشس اكتر من اي عيان في اكتر من 2.6 ده كريبتوكورنس. ابتدت حطت الانديسز بتاعتها بالالوان تحت، اصفر وابيض واحمر واخضر وهكذا، وسهلت الدنيا جدا. وبعدين جلوبال انديسز في الاخر. ده 2.61 يبقى ده سسبيشس، عيده كمان شويه او اجله او وات ايفر يعني. خلاصه الكلام. وبعد ما عملوا البين امبروزيو ديسبلاي 2 ده الفيرجن 2، راحوا منزلين فيرجن 3 كمان. قال لك ده مفرق الهايبر متروب، يعني في ارقام للهايبر متروب وارقام للمايوب. الفيرجن اللي جاي الفيرجن اللي جاي هيدخل فيه كمان الايدج وهكذا. طيب احنا في مصر هنا اهوت مين اللي مشكلتنا السب سكرين سكار؟ فعملنا اندكس لوكال بقى حاجه اسمها كايرو اندكس، واضح انه مصري يعني، علشان قصه السكار دي. مش مهم تفاصيله، دي معادلات طويله وتخينه ومكلكعه يعني، لكن خلاصه الكلام يعني انه بيربط الانتيرو الليفيشن بالامبروزيو ريليشنال سيست. يعني ايه؟ يعني لو لقيت السيكنس قليل والبروجريشن عالي والكلام ده كله، لكن انتيرو الليفيشن بالماينس، يبقى انتيرو الليفيشن بالماينس ده نتيجه سكار، يبقى العين ده نورمال مشكلته بس سكار. لو طلع بالبلس يبقى فعلا ده ترو، ده خلاصه الكلام يعني. تاني يبقى حتى الان الموست سنسيف وسبيسيفيك امبروزيو ريليشنال سينست والباد ديسبلاي ثلاثه، هنعمل لهم فاين تيوننج بس بالكايرو اندكس في الحالات اللي انا شايف فيها سكار، اللي هي امتى؟ لما يكون الانتيرو الليفيشن بال ماينس. اوكي؟ كل الانديسز ليها سنسيتيف وسبيسيفيك وارقام كتير قوي، مش عايز اشغلكم بالكم، بس كبيره برضه في الاخر. احنا عندنا 3.4 من العيانين فورس ري داينوز بعد المولد داكور، مهما يعني حسنا في الانديسز بتاعتنا. نراجع تاني. رو داتا مهمه، بتدينا شويه فلاسس، تفقس لنا شويه فلاسس. الباكيمتري كويس جدا بس مش موجود غير في البنتاكام للاسف. الكيرفتشر موجود في كل في كل الحاجات وفيري سنسيتيف بس مش سبيسيفيك كفايه. الاليفيشنز حلوه جدا بس مشكلتها في الاولد ايج وفي الهايبرمتروب وفي السكار وفي البريفرال اركس. وبالتالي عملنا الدبل او تريبل انديسز اللي هي الباد ديسبلاي والكايرو. ودول فكرتهم الاساسيه ان هو لو العيان سكار، لو العيان هايبروك، لو العيان اولد ايج. اولد ايج بالمناسبه مش اولد بجد، يعني اولد فوق 37 38 سنه، مش الافريج بتاع الليزك، مش اوائل العشرينات يعني، او اركس او سب كلينيك سكار اللي هو جزء كبير من العيان. ثانك يو. شكرا دكتور ماجد. انا بس يعني هديك دقيقه واحده، الناس دي شويه معلش تاهت مننا، وانا الحقيقه يعني ايه عايز برضو ان احنا نرجعهم تاني. هو ده احنا عملنا فحص العيان سواء بقى في انتكام او بوجرافي، وعايز اعرف اعمل ليزك ولا ما اعملش ليزك، يعني ده هو ده الهدف في الاخر من البرزنتيشن دي. فقول لنا كده يعني مجرد يعني بوينتس بقى. بس اول حاجه طبعا دكتور محمد تامر مبران كان في اول محاضره خالص قال لنا ازاي اقول العيان ده ليزك ولا مش ليزك. القصه مش بس هو كريبتوكورنس ولا لا،
فانا اول خطوه هاكسكلود الكات كورس باللي احنا قلناه ده هشرحه تاني. لكن شرح مجرد بس مجرد كلمه على ايه اللي ممكن يعني ايه اللي نستبعد عند امتى. لكن مش بس هستبعده انه كات كورس لانه عنده سستينتي للاكتيزيا اللي هي براندلمان سكور برضه اتقالت قبل كده. فاحنا بنقيس حاجتين، اول حاجه اشخص كات كورس ولا لا، تاني حاجه حتى لو ما هوش كات كورس براندلمان اوكي ولا مش اوكي. طيب بالكريتو كورنس اعمل ايه؟ بالشامبروك ايمج او بالمايلز فيها حته سفيشنز ولا لا؟ ما كانش كده اشوف السيكنس السينس بوينت والامبروزيو ريليشنال سينس ماكس اللي هو الماكسيمم بروجريشن اندكس على السينس بوينت. دي تاني حاجه. طلعوا كويسين انقل على الاليفيشن، الاليفيشن في السينس بوينت عن 8 مللي. في الانتيريو سيرفس اكتر من 8 او اكتر من 16 في الانتيريو سيرفس سفيشنز. طيب الحاجات دي فيها حاجه ابنورمال بس العيان منظره طبيعي. اعمل ايه؟ اعمل انفيريور ماينس سوبيريور فاليو واعمل الكايرو اندكس او الباد ديسبلاي. لا احسن يكون نتيجه سكار، نتيجه ارتنس، نتيجه اولد ايج، نتيجه سيك كورنيا، نتيجه اي حاجه. تاني يبقى المايرز باكيمتري بالذات السينس بوينت والاي ار تي اللي هو امبروزيو ريشن سينست يليها انتيريور الفيشن وسيريور الفيشن عن 8 مللي، ازيد من 8 وازيد من 16 سهل. 8 مللي ازيد من 8 انتيريور وازيد من 16 بوستيريور. العيان منظره كويري لكن انا شايف ان في فلسي في الموضوع. انقل على ايه؟ انفيريور ماينس سوبيريور فاليو والكايرو والبيت. ميرسي يا دكتور ماجد. بنفتح باب الدسكشن لمده 5 دقائق اخيره. دكتور محمد بس عشان هو من الحاجات ديت اللي احنا بنتكلم عليها او البارامترز عشان بس الناس ما تتخضش. يعني هو انت لما تطلع الداتا ديت العيان هتلاقي خالص ولا كان بي اوفرد سيرفيس ابليشن؟ يعني هي النقطه ديت العيان ده المفروض يتحسن حتى لاند لاند كريتيريا ما كانتش كانت استنشالي على الريزك مش على سيرفيس ابليشن اللي هو الانسنس بتاع الاستيزيا مع سيرفيس ابليشن يعني لا يقارن. فهي ده بس النقطة اللي بتوضحها. يعني العيان دوت كان هاب ديفرنت فوتو ريفراكتيف سيرجري. هو مش بس كان هاف ا ديفرنت، كان ليه بوست بوند وريدو للدراي اي. مش بس كنت كان سوير الدراي اي بتبوظ لي الانتيرو سيرفيس قوي. فساعات تديني يعني هايلايت وفلاجنج ان العيان ده نوت فيت وهو فيت لو سبته شويه وياما عيان اتحسنوا. انا في عيان اتحسنت بعد سنه قعدت سنه مصره تعمل توبوجرافي كل شهر شهرين لمده سنه لحد ما اتحسنت في الاخر وبقت فيري فيت واتعملت وزي الفل وهي مرات دكتور عيون كمان. وحتى الان بقى 4 5 سنين عامل ليزنج وكويس. فمش شرط ده مش ابسولوت يعني ريموفال للحاله او اكسكلوجن للحاله لكن تشكك. طب في السيرفس ابليشن راندلمان كلامه الاصلي في البيبر بتاعت 2008 ان الكلام ده ابليكابل على الليزك مش ابليكابل ولا على السب وومنز ولا ابليكابل على اللازك ولا الابليزك ولا على البي ار كي. مؤخرا في الاكاديمي اللي فات ابتدى يقول يا جماعه لا برضه البي ار كي وبقيه الحاجات ريسكي سنه بس طبعا اقل ريسك. لكن هو لحد من شهرين ثلاثه كان بيقول الكلام ده ابليكابل على الليزك بس. اتفضل. مع السيف بتاعت بيتا كام؟ نقطتين. النقطة الأولى في دلوقتي رول إن أنا أقدر أعتمد بس على الموجز بس ولا دي تعتبر يعني. النقطة الثانية لو كان الميس بتاعت البيتا كام بتكون في بروبلم هل ممكن في أدف فاليو من الأورا ولا ما لهاش؟ أوكي. أول سؤال على موضوع التوبوجرافي، القصة دي عليها ديبيت جامد، يعني في ناس حتى الآن بتدافع جدا عن التوبوجرافي وناس محترمين اللي ليهم كاليبر بتاعهم. والتوبوجرافي ليه ميزات يا جماعه. البنتكام فيه فلسي جامد ان هو ما بيشوفش البوستيريور سيرفس زي ما احنا شايفين زي ما احنا يعني فاكرين. هو بيشوفه سرول انتيريور سيرفس. يعني لو الانتيريور سيرفس فيه مشكله او انيبلارتي هو شايف البوستيريور سيرفس غلط وبالتالي هيعمل فورس فلاجنج. القصه دي مش موجوده في التوبوجرافي. وبالتالي عيانين زي بتوعنا اللي هم فيهم سكار فيهم اركس فيهم اي حاجه من دي البوستيريور سيرفس ما هواش يعني مضمون قوي. ممكن يكون في فلسي عشان كده لازم ادور على حاجات ثانيه تفيد. الباكيمتري مور روبست عن الاليفيشن في القصه دي. يعني لو انت مقلق ركز على الباكيمتري ما تركزش على الاليفيشن او الجا تاني للتوبوجرافي. طب ايه عيب التوبوجرافي؟ عين زي المصريين الباناس فوق مبهدل الدنيا. عامل فوق فلاتنينج فيبان اللي تحت مش هو النورمال لا يبان انه ستيب. فتلاقي ده انفيريور ستيبنج. وياما عيانين كده كتير. فالتوبوجرافي ظريف بس ليه فلاسز، والبنتكام ظريف بس ليه فلاسز. الاثنين مع بعض
اظرف حاجه في الدنيا. السؤال الثاني بتاعك الاورا. الاورا برضو كويس وبيديني يعني فكره كويسه عن الستيفنس بتاعت الكورنيا، لكن عيبه انه مفيش كات فاليو، كات اوف فاليو ثابت، يعني في رينج اكتر، وبالتالي هو مش سنسيف وسبيسيفيك كفايه قوي. طيب والعمل طلعوا الجيل الجديد من الاورا اللي هو اسمه كيرفز. ايه الكيرفز ده؟ عباره عن بنتاكام على اورا مع بعض، يعني بيجيب لك الصوره بتاعت البنتاكام ويروح عامل لها اير باف وشوف الكورنيا بتديفليكت وترجع تاني قد ايه. لو كلها رجعت وطلعت في نفس الوقت يبقى ما فيهاش ويك بوينت. لو في حته منها بتلعب او بتتحرك اكتر من الباقي يبقى دي ويك بوينت، دي الايبكس او السينس بوينت او الباراسنترال سيننج وويكنس اللي موجود. فده اللي متوقع ان هو يريبليس الاورا. ان ماي براكتس انا بنجلكت الاورا تمام. اوكي؟ لكن ان شاء الله لو بقى فيه كيرفس انا شايف ان هو هيبقى مهم. اي اسئله ثانيه؟ اورا ايه؟ طبعا بتختلف في ريشيا والتوبوجرافي. ريشيا تعرفين في جنوب شرق اسيا عندهم حاجه ظريفه جدا، نسبه المايوبيا عاليه جدا عن البوبليشن المصري او اللي في اي حته. السينج بتاع الكورنيا اكتر، وعندهم حاجه اسمها فاني لوكينج كورنيا. ايه فاني لوكينج كورنيا دي؟ عارفين شكل السمايلي؟ كل العيانين عندهم انفيريو ستيبنج. 99% من الناس اللي في سنغافوره عندهم انفيريور ستيبنينج وبيسموها فاني لوكينج كورنيا. ده مش ابنورمال كورنيا وكلهم بيعملوا ليزك وزي الفل. فالقصه توبوجرافي في فاكتور ريشيال، البنتا كان في فاكتور ريشيال اللي هو السب كلينيكال سكار بتاع مصر، الاورا في فاكتور ريشيال. اتفضلي يا دكتوره. بعد اذنك، في بعض السنترز لسه بتستخدم الاورب سكان المكان اللي شكلها كام؟ بص الاورب سكان كويس على الفيرجن كورنيا. مشكله الاورب سكان الاساسيه في البوست ليزك، نتيجة الكات اللي بيحصل في الكورنيا بيعمل فلسي جامد قوي في قرايته للبوستيريور سيرفس. فانت لو عملتي النهارده عيان ليزك بعد ربع ساعة نزلتيه يعمل اورب سكان هيطلع لك حصل له اكتازيز. طبعا ده ما حصلش ربع ساعة. فهو مشكلة الاورب سكان اساسا في دي. تاني حاجة ابتدى الاورب سكان يقل وبالتالي السنز اللي عليه تقل وبالتالي الانفيز بقت ليس سنسيف وسبيسيفيك مع الوقت. وكان الالتجاء اكتر للبنتاكام. لكن الاورب سكان مش وحش، انا مش ضد الاورب سكان. هي سنة تانية يا جماعة؟ اتفضل. لا طبعا هو المفروض هو سنجل يوز. لا ده المفروض ده طبعا. لا 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 طبعا الكلام ده كلام غلط تماما، يعني بتتكلم دلوقتي على مراكز حياة مش محترمة اللي بتشتغل كذا مرة على بيت واحدة. طبعا البيت ده المفروض هو ليه شارتس معين، ليه اكيرسي معينة. رقم اتنين هو ممكن تو سبريد انفكشن، تنين الانفكشن ترانسفير انفكشن. معنى كده ان انا عندي عيان عنده مثلا هيباتيتس ولا ايدز ولا غيره، ممكن اعمل الكلام ده انقله للمريض بعديه. رقم اتنين ان انا هو كاليبريتد ان هو يعمل تاب تكنس معين لو استخدم مرة واحدة. لكن فكرة ان انا استخدمه ست عيانين وكلام ده طبعا الكلام ده كومبليتلي رونج. والاماكن اللي بتشتغل بالطريقه دي يعني يفضل ان يكون ما تقعدش تشتغل معاها اساسا. طبعا بتاثر على الثيكنس وبتاثر على حاجات ثانيه كتير. كويس يعني ناهيك عن سبيد اوف انفكشن، دي مشكله خطيره. طبعا دي حاجه يعني زي ما قلت لكم انا انصحكم المراكز اللي بتشتغل بالطريقه دي لو هما بيشتغلوا بالطريقه دي يبقى هذا مركز غير محترم، بيعمل حاجات نوت ليجل، حاجات ممكن تعمل مصايب، مصايب في العين ومصايب في الجنرال هيلث. طبعا 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 كلام واضح. لا المفروض المراكز المحترمه مفيش حاجه اسمها تفرق في السعر. المفروض لو مركز محترم هيحط لك البليد جديده بدون ما تسالي. لو حط لك سعر ان دي خد البليد القديم وخد بسعر ارخص يبقى برضه هو مركز مش محترم. يبقى هو عايز يعمل حاجه غلط الليجل وبيحطها بيربطها بالفلوس، والكلام ده كلام مش مظبوط تماما. ها في اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ اتفضل. لا اول حاجه الموريا طبعا مور اكيوت طبعا، يعني هانز توم ده كان يعني يعتبر ان هو الجهاز الاقدم كان في وقته كان كويس جدا ويعتبر ان هو كان جهاز هايل، لكن طبعا لما طلع الموريا هو المور اكيوت في الدبث وفي البريسيجن وفي كل حاجه. اقل بالظبط اكبر بكثير من الموريا. تمام. لا انا ما جربتوش وما عنديش اي خبره فيه خالص، ما اضحكش عليك. كويس ما في كمان في اماديوس، في مايكرو دوكتور اسمه اماديوس. انا اظن كل دي حاجات يعني اجهزه ثانيه. احنا بنتكلم على فكره لو تاخدوا بالكم ان احنا بنتكلم على الاجهزه اللي هي الكومن اللي احنا في البراكتس بتاعنا، علشان دي اللي هيقابلوها. يعني في اجهزه ثانيه نادره ما بنجيبش سيرتها، احنا نادره ما بنشوفها.
متشكرين يا جماعة جدا، وإن شاء الله نشوفكم في السيشن الجاية بإذن الله.